ظرف صعب تمر به بلادي، بل في أصعب ظرف حيث تجمعت الأزمات من كل نوع وصنف. وما نقوم به الآن من احتفاء وتكريم لفنانة لبنانية راقية إنما هو جزء من التأكيد على قوة لبنان، كما هو واعد ومفتوح الأفق لأعمق تعاون وأفضل تكامل. فما يكنه الشعب المغربي لبلدي من مشاعر وحب وإعجاب وتقدير لا يوازيه إلا شعور اللبنانيين تجاه المغاربة من ود وعشق ومودة. بدأت مسيرتها منذ أكثر من عقدين على المسرح، حيث شاركت من إنتاج العملاق منصور الرحباني في آخر أيام سقراط وأبو الطيب المتنبي، كما جسدت دور الفنانة صباح في مسلسل الشحرورة، ولا زالت لغاية هذه اللحظة في قمة الرقي والتألق. لما توجه لي بالدعوة سعادة السفير زياد عطالله دغري، طبعاً أول شيء بيشرفني هذه الدعوة ولبيت بسرعة بصراحة، بس ما كنت متوقعة إنه جمعت لي كل الأحبة بهالجمعة الحلوة صراحة. هذه مفاجأة لإلي، يعني أنا ما كنت عارفة إنه رح التقى بكل أحبابي من لبنان، حاسة إني بعرفهم كلهم، أهلي ولاد بلدي. نحن كلنا كلبنانيين كل واحد منا صار عايش ببلد من وراء الظروف والحروب اللي عشناها بالمنطقة، وخاصة كمان بلبنان. كل واحد منا تهجر، كل واحد عمل عائلة برا، بس وين ما منلتقي قلبنا بيجتمع على نبض حب لبنان، هيدا أهم شيء. ورغم كل الظروف اللي صارت ومرقت علينا الأزمات بلبنان، عم نقدر نكون واجهة حلوة لبلدنا، إن كان أنا أو أي زميل أو زميلة لإلي بهالمجال. وكل ما نسافر نحمل راية بلدنا، منمثل الفن، منمثل الإبداع، منمثل الموسيقى، دايماً نبحث على الكلمة الحلوة، على اللحن الحلو، على الأداء الحلو على المسرح، لنحنا نقول هيدا بلدنا، هيدا لبنان. لبنان مش الحرب، لبنان مش النزاع، لبنان مش الطائفية، لبنان مش الشيء اللي عم بيوصل بالميديا للأسف آخر 5 سنين. فأنا اليوم هيدا تكريم لإلي ولكل فنان لبناني ناجح عم بيمثل بكل حفلة بلد وبرا. بدي أشكرهم أنا باسمي للفنانين اللبنانية وقال لهم يعطيكم ألف عافية ويا رب نقدر نستمر. وكمان لما بيكون في سفير يقدر الفن اللبناني ويقدر الفنان، يعمل له قيمة ويكرمه ببيته بالمغرب، هيدي شغلة أنا بحطها الصراحة نشان على قلبي. أنا بشكرك كتير سعادة السفير على هالدعوة، على هالجمعة الحلوة، بشكر المغرب. وبدي أشكر كتير الملك محمد السادس، لأني أنا كان إلي الشرف أني أتعرف عليه يمكن من شي 15 سنة بفرنسا بجمعة كانت هيك شوي عائلية، أول مرة بقولها على فكرة. وتفاجأت قديش هو ملم بالفن وقدي عنده ثقافة موسيقية وقدي بيتابع السان مونديال، يعني الانترناشنال والاندستري العربية، بيعرف بكل التفاصيل، بيعرف يميز بالفنانين بالموسيقى بالألوان، وقدي بيقدر يقوم بهيك مهرجان انترناشنال برأيي أنا، يضاهي مثلا مهرجان كوتشيلا بأمريكا، يستقطب كل هالفنانين العرب والأجانب. منشكره نحن على هالمهرجان وعلى هالدعوة على البلد الحلو المغرب. أول شيء أنا بتشرف بدعوة مهرجان موازين لإلي هيدي للمرة يمكن الرابعة أو الخامسة، طبعا ما عدا المهرجانات الثانية بغير بلدان، إن كان بطنجة، بجديدة، بأغادير، خلص في علاقة يعني وطيدة وقوية كتير أنا والجمهور المغربي. وبالإضافة اليوم عم اتكرم من قبل سعادة السفير اللبناني بالمغرب زياد عطالله، بدي أشكره كتير على هاللفتة، على التكريم الحلو، وعلى هالجالية اللبنانية اللي جمع لي إياها اليوم وفاجأني فيها، بدي له ميرسي كتير. بالنهاية نحن كفنانين منحارب بالأغنية بالميوزك، هيدي وجهة بلدنا الحلوة اللي الناس بتحب توصلها وبتحب تعرفها. افتخرنا اليوم مع حشد من أبناء الجالية اللبنانية وعدد من السفراء الأصدقاء وبعض من الدبلوماسيين المغاربة الأشقاء في الترحيب بالفنانة كارول سميحة التي ستفتتح أولى أمسيات مهرجان موازين دولي غداً
في نسخته دورته 19. ويعني كانت هذه مناسبة لنقول أن الفن اللبناني الراقي والمتألق يرفع رأسنا ويعني يضع لبنان في مكان تمكنه من التصدي للتحديات ومن الصعوبات. إن بلدي يمر بمرحلة صعبة لبل يمكن أصعب مرحلة يمر بها، وقد حرصت أن يعني أجمع الجالية اللبنانية في وجود الفنانة كارول سماحة في مهرجان موازين لنؤكد على أن لبنان قوي بإبداعه وبفنه وبتألقه وبقبول الشعوب العربية الشقيقة له ولفنه. فيعني هذه واحدة من الطرق التي نبرز فيها قضايا لبنان. ويعني كانت مناسبة في كلمتي الرسمية أن أقول أنه ما يجمع لبنان بالمغرب هو متجذر وتاريخي وعميق وأصيل، كما أنه واعد للمستقبل، وهناك آفاق كبيرة للتعاون في قطاعات كافة بين البلدين الشقيقين. ولا يكون لبنان للمغرب إلا كل الإعجاب والمحبة والتقدير، كما أن مشاعر الود والمحبة يعني ظاهرة في عيون وفي مشاعر المغاربة تجاه شعبي ووطني. يعني ننتظر المناسبات الجميلة كهذه لنستضيف فيها أبناء الجالية ونستضيف فيها الأشقاء المغاربة، ولنقول أنه سوا ومعا لا شك أنه نستطيع أن نتخطى الصعاب ونتجاوز التحديات. شكرا. Yeah.